يعني للصراحة في شغلة، الشغلة هي إنه هذا الشاب مطلق. هو مطلق؟ يا ريشي، بس هاي ما لها مشكلة صح؟ بس يا ماما، شوف ريشي، مطلق مو إذا الواحد مطلق يعني ماله منيح. ليش أنت مو مطلق ولكشمي كمان؟ يعني الواحد ما بيصير شخص سيء بعد ما يطلق. أنت لسه زوج ممتاز وفعلياً رح تبقى هيك، ولكشمي كمان. بتمنى تكون فهمت منيح. ليش ما بتتعرف عليه أول؟ هو ساكن بالمدينة، انتقل لهون من كم يوم بس لأنه ترفع بشغله، بس رح يجي بكرة لأنه ابن عمه رح يتزوج، والخطابة اللي خبرتني عنه رح تكون موجودة بالعرس كمان، لهيك روح شوفه. اسم الشاب أراف. ايه أكيد ماما، ماشي. ماما شكراً كتير لإلك. يعني ضروري إنك تتشكرني؟ اللي بدي إنه تكون لاكشمي مبسوطة، ولازم تستقر وتكون سعيدة بحياتها، وإذا صار هذا الشيء الفضل رح يكون إليك أنت ماما، وأنت عم تعملي هالشيء مشان سعادتها بس. شكراً لإلك. شوفي شو رح أعمل، رح أخذ لاكشمي معي، وإذا عجبني ووافقت عليه رح نتفق على الزواج. بس ليش لحتى تاخذ لاكشمي معك؟ أول شيء شوف الشاب، أنت احكي معه وتعرف عليه، وشو بدها تعمل لاكشمي؟ هالحالتين القرار إلك. إيه القرار النهائي لإلي، بس هالقرار بخص حياتها هي، وبما أنه هي حياة لاكشمي نحن لازم ناخذ رأيها كمان. طيب ايه معناها فيك تاخدها معك، قلك رح ابعت لك رقم الخطابة فورا. طيب ماشي، بس بتمنى يعجبك الشاب وتتفقوا على العرس وتزوجهم. علبة الأكل؟ شو عم تعمل هون؟ مين اللي حطها هون وشو فيها يا ترى؟ سخنة يا عيني. بودينج؟ بس لاكشمي عملت لي بودينج سخن وطعمتني اياه وأنا أكلت منه وشبعت، بس شكلها عملت لي كمان. بس هالمرة شكلها ضافت عليه ماء الورد، حلو كتير. إذا باكل شي حلو هي وقتها رح تقلي أنتي معك سكري، لا تكتري رح تمرضي. وهلأ جاي عم تطعميني بودينج مرة تانية. هاي لكشمي عن جد فظيعة. أنا اللي جبت لك ياها ستي. بس ما بتقصري حبيبتي. ستي عن جد أنا آسفة، بترجاكي سامحيني. أنا يلي عملته كان غلط كبير، بعرف إنه غلطت كتير اليوم. بترجاكي سامحيني. مو مشكلة بسيطة. أول شيء قليلي كيف صرتي هلأ؟ صرت منيحة بس عم بتوجع شوي، واليوم أنا تعلمت درس إنه اللي بيحفر حفرة لحدا بيوقع فيها وبينأذى. فعلياً هذا كان درس إلي وهذا عقابي. ستي لهيك جبت لك بودينج. بعرف اني طولت، كان لازم اجي ابكر وحضرت لك اياه بايدي، وانا كنت السبب اللي صار لهيك ما قدرتي تاكلي. لهيك رجاء كلي هلا. حبيبتي شكرا، بس لكشمي عملت لي بودينج واكلت من شوي، بس اذا بكتر حلو بتعرفي انه ممكن يرتفع مع السكري. بعرف ستي، بس بترجاكي كلي لقمة واحدة بس، وقتها أنا بحس إنه أنتي سامحتيني. بترجاكي. طيب ماشي، باكل منهم بعدين. وما في داعي تعتذري مني أنا أبداً، لازم تروحي وتعتذري للبنت اللي كنتي ناوية تأذيها، وقتها بيكون أحسن. بتمنى تتقبلي كلامي، أنتي فهماني نوايا لاكشمي غلط، بس أنا ما رح كتر حكي لأنه صعب كتير الواحد يشرح شي لحدا ذكي مثلك. مو انتي هلأ لازم تروحي لعندها وتطلبي السماح منها. حتروحي ما؟ لكشمي لازم احكي معك. عم تاخد اذني او عم تخبرني؟ عم خبرك. معناتها قلي كل شي عم يصير مثل ما بدك انتي. ليش أنا شو بدي وشو عم يصير؟ أنتي كان بدك تتزوجي مو هيك؟ لقينا عريس.
بحياتي ما تخيلت انه انت ممكن انك تعملي هيك شيء. انا مو بس ما عم افهم كيف عملتي هيك شيء، بس اليوم انت اثبتتي شغله ماليش كه. انت ما فيك تصيري مثل لاكشمي. هلا لازم تروحي لعندها وتطلبي السماح منها. مع انه هي بتكون نكره، بس خلت عائله اوبيروي كلها تصير خاتم باصبعتها. الكل بيقولوا لاكشمي لاكشمي لاكشمي. خلص انت رح تتزوجي. مبسوطه مو؟ فرحتي؟ وانت؟ انا شو؟ انت هلا شفت الشاب؟ فهمت. لا انا لسه لهلا ما شفت الشاب. بصراحه الفكره انه امي بتعرفه وعاجبها كثير. امي هي اللي اختارته. النقطه السلبيه على حسب ما فهمت انه هو مطلق، هذا اللي عرفته. وليش لتكون مشكله؟ انا كمان مطلقه مو؟ ايه اذا هيك هلا ما في اي مشكله، ما في مشكله بنوب. لهيك كل شيء تمام، مو قصه. هو هذا الشاب امي هي اللي اختارته. لهيك ماما قالت لي انه هي بتعرف الشاب، وحسب ما فهمت من ماما هو شاب منيح. ايه انت رح تتزوجي عن قريب كثير. بس انا ماليش كم، وهديك السخيفة مستحيل انه تهزمني. شي يوم انا رح امحي لاكشمي من قلوب الكل، ورح يقولوا ماليش كو بس. كمان انتي هلأ رح تبعدي عني وعن العيلة كلها. خلينا نروح بكرة ونشوف الشب. شو خلينا؟ نحن الاثنين، انا وانتي. يعني انا ليش لروح؟ انا ما بدي روح يا ريشي، انت روح. انت مو حكيت مع مرت عمي نيلان بالقصة؟ لهيك انت روح وشوف الشاب وتعرف عليه، وإذا عجبك وقتها فينا نتفق على الزواج. بس أنا ما رح روح لمكان. اللي رح يعيش مع الشاب مو أنا، هذا انتي. انتي اللي رح تتزوجيه، لهيك انتي لازم تشوفيه وتتعرفي عليه وتعرفي مين هو وكيف طبعه، وإذا رح تقدري تعيشي معه ولا لا. ما رح تقدري تفهمي إلا إذا قعدتي معه. لهيك الأحسن إذا تزوجتي شاب من اختيارك، انتي مو من اختياري. لهيك لازم تروحي معي بكرة أكيد. اختياري أنا؟ إيه. ليش انت بحياتك احترمت رأيي؟ ايه بحترمه. بس انا كان بدي اتزوج من بالفيندر. احترمت قراري؟ لا، وجبتني لهون. قلي شو اللي فرق هلا؟ ليش صار رايي مهم بالنسبه لك؟ لاكشمي عن جد انت عم تفكري بهداك التافه بالفيندر؟ هو رجاء لا تجيبي سيرته قدامي ولا اسمه. عن جد بعصب وقت اسمع اسمه بالفيندر. لا لاكشمي لا، هذا هو السبب اللي خلاني اجيبك لهون على البيت معي، مو اكثر من هيك. لانه ما كان بدي اياكي تغلطي نفس الغلطه مره ثانيه.